بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاتك وسلامك بصدق لا يزول ولا يضعف أبدا. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على الأوباش اللئام. والله أكبر بالتمام والكمال في كل عصر ومكان. نأخذ الآية التالية، الآية التاسعة، هذه أنا في البداية أن نصل إليها ونأخذ من بعض أسرارها وبركاتها. وجعلنا من بين أيديهم سدا، أذكر الجماعة أرسلناهم فهم مقبحون. قال ربي وجعلنا من بين أيديهم سدا، أي فيما قبالهم ومن خلفهم سدا، بريير أخرى. شوف ما أنا كيفاش حدكم بينا زوز موانع باش تراو ولا باش تجتهدوا باش توصلوا لسيد الأسد عليه السلام بشر، وتفرقوا دم الغالي النفيس من على قبائل لا قيمة لها عند رب العالمين. يكي ليه بالحق، لأن أنتمتكم وتمردكم على الله ومؤامراتكم على أهل الله التو ما نقصد شيء لغلا بالتقنيات العصرية، زدتوا ملا بهتانا وانحرافا، وساءت أوضاعكم سوءا لم يسبق له مثيل على ما نعلم. إن عاد وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، جعلنا كما قال ربي إن جعلنا في عناقهم، قال إنا وجعلنا، يعني يكون الفاعل والله والمفعول به هم الخلق بالتمام والكمال. وهنيئا للخلق الذين لم يشركوا بالرحمن ولو لحظة في خيالاتهم، لأن خيالاتهم لم تمسها الشياطين الإنس والجان. وجعلنا من بين أيديهم سدا أو سدا ومن خلفهم سدا أو سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ما لا جاتك الغش يا الكوما، هبطت في الغيبوبة يا كلب، تدي في غيبوبة وزاد ربي لكد لك غيبوبة أخرى، يعني زيدين فيك وأنت المهان، وانت تخيل روحك انت سيد الانام وكاو يا سيد يا سيد يا بورقيبه. فاذا بي كلام ذاك كذب ربي، وتونس صلاه العجب العجاب باثار هذا التمجيد الذي لا يحق الا لله سبحانه وتعالى. السقاط تاع تونس مازالوا موجودين، وهما اللي منغصين على المؤمنين، ورينا من السجون واقبيه السجون وغيرهم وغيرهم، رينا ماذا سيفعل هؤلاء الأنذال الذين يمدحون بورقيبة حتى الآن. نعرفكم بالضبط مجلبة لكل شر، وأنتم ما لاخذتوا النشان الأكبر في تبليغ ما لا يمكن أن يبلغ. أن هل يشرك بالله باش يكون بورقيبة عدو الله هو المعبود من دون الله، بيدأ أن ما سوى البرجيبيين وأمثالهم في كل شعب الدنيا، ما لا يعني ما ضم منهم رائحة للتوحيد أبدا إلا عندنا، ونحمد الله على ذلك أن ميزنا الله بالإخلاص في التوحيد. وهنا نحن موحدون بما أراد الله أن نوحده، والأول والأهل التوحيد هو الله سبحانه وتعالى، ثم القرآن الذي يبقى مجيد، ثم دينه الذي يبدأ دائما له العز التليد. والحمد لله رب العالمين، رب العباد والعبيد.